أنا اسمي عمرو صلاح، أنا كاتب وباحث سياسي مصري، وكنت عضو في لجنة الـ50 اللي قامت بعمل التعديلات الدستورية في 2014. مشكلة غياب المرأة عن المناصب القيادية في المؤسسات والهيئات القضائية المختلفة، أعتقد إنها مشكلة ليها بعدين، بعد ممكن أبقى بنفسره بأن هو طويل المدى أو ظاهرة خلال سنين طويلة، وبعد قصير المدى. بعد طويل المدى هو انه فكره انه غياب فكره المواطنه والمساواه بين المواطنين، وده نتيجه سياسات استمرت يعني عبر عقود زي ما بيقولوا. لكن ربما انا اللي يهمني اكتر هو فكره انه تجاهل التزامات ونصوص دستوريه واضحه موجوده في دستور 2014، وللاسف ده مش حاصل بس في قصه المراه لكن حاصل في امور كتير، والنصوص دي بتؤكد بشكل واضح على ضروره تحقيق المساواه بين الرجل والمراه في التمتع بكافه الحقوق المدنيه والسياسيه، ونصت كمان على حق المراه في تولي المواقع القياديه في الدوله والمناصب داخل الهيئات القضائيه، بل انها كمان جعلت التمييز في تطبيق هذه النصوص جريمه، واللي اعتقد ان هو يحتاج ربما مراجعه من الدوله وجهود من اطراف مختلفه، مؤسسات المجتمع المدني او حتى خارج مؤسسات المجتمع المدني، كل المجموعات المعنيه بقضايا المراه اعتقد انها عليها انها تواصل شغلها وتواصل حملاتها، بل انها تكثف ضغوطها للترويج للقضيه دي، ويجب انه ده يكون طول الوقت مرتبط بفكره القضيه بشكل عام، فكره تفعيل النصوص الدستوريه المعطله، فكره المساواه بين الجميع، فكره حق الجميع في التمتع بحقوق المدنيه والسياسيه. اقصد انه بلوره القضيه دي في اطار الاحتياج لتفعيل نصوص الدستور، لانه انت مش بتتكلمي على بدعه او فكره معلش توافق، هذا الدستور صوت عليه المصريين باغلبيه ساحقه، وبالتالي فعلى كافه مؤسسات الدوله ايا كان موقعها او ايا كان وضعها انها تلتزم بتفعيله. فاعتقد انه ضغوط مؤسسات المجتمع المدني والمجموعات المختلفه وحتى فكره الاعلام انها تضغط انه هذا يتحقق، اعتقد انه ده دور قد يسهم في تجاوز المشكله اللي هي واضحه خلال الفتره اللي فاتت.